صباح الخير. تسيطر التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة ودول أخرى على معظم الأسعار اليوم الخميس ب9 آب 2018، وهي ما يحدد لهجة الأسواق حالياً، حيث استجابت الصين على الحرب التجارية الأخيرة لإدارة ترامب مع تعريفات إضافية خاصة بها، فقد أكدت أنها ستفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات إضافية بقيمة 16 مليار دولار من الولايات المتحدة، لتتناسب مع تحرك سابق من واشنطن في صعود آخر أعلى للحرب التجارية بين البلدين. من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة البارحة أيضا فرض عقوبات جديدة على روسيا لمعاقبة حكومة الرئيس بوتين على هجوم 4 مارس على وكيل مزدوج سابق في المملكة المتحدة. تفسر هذه التوترات السياسية طبعا تقلبات الأسواق وتغير النطاقات للعملات والذهب. من جهة أخرى، بعد أقل من أسبوع واحد من رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة على الباوند البريطاني، يراهن بعض المستثمرين على خفض هذه الأسعار من جديد إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون التوصل لاتفاق بشأن خروج بريطانيا بريكزيت. بالنسبة للنطاقات رح نشوفهم اليوم بطريقة مختلفة. رح نشتغل على التشارت. بالنسبة للباوند البريطاني حاليا عم نشوف الرينج التالي له بين ال 1.2850 وال 1.2970 تقريبا، يلي بدنا نحكي فيه هو تسكيره غدا، تسكيره نهار الجمعه للاسواق، كثير رح تاثر على النطاق اللي جاي للاسبوع الجاي بالنسبه للبريطاني والذهب. اذا شفنا بكره البريطاني سكر تحت سعر ال 28.30 on a weekly basis يعني نهار الجمعة، ممكن نشوفه consolidated بالأسبوع المقبل صوب بهيدا الريجن البينك، يعني البينك تراينجل اللي هو بين تقريبا 1.26 وال 1.28. أما إذا شفناه سكر فوق ال 1.2940 ممكن نشوفه consolidated بالأسبوع المقبل بهيدا البلو ريجن، يعني فوق ال 1.29 صوب ال 1.32. بالنسبة لل ذهب حاليا لهلا بعد ما قدر الذهب يكسر لونج تيرم اب ترند تبعوله يلي هو ذا يلو لاين هون يلي عم نشوفه، عم يشتغل هلا بنطاق 1204 1217، بس اذا بكره سكر السوق تحت ال 1204 بطريقه ما يعني اون ا ويكلي بيسز ممكن نشوفه كونسوليديتد بهيدا البلو ريجن، يعني نشوفه اون ذا شورتر تيرم داونورد ترند تبعوله صوب ال 1190. اما اذا سكر فوق ال 1217 وتحديدا صوب ال 1235 اون ا ويكلي بيسز، يعني مش شرط هيدي الجمعه، باي جمعه بسكر السوق فوق هيك سعر ممكن نشوفه كونسوليديتد بالبينك ريجن، يعني ممكن يسترد الابر ترند تبعوله فوق ال 1235 صوب 1250. هيدا كل شيء لليوم. جود لك تريدرز.